مشاهدينا أهلا بكم. سوريا تعود مرة أخرى إلى أحضان جامعة الدول العربية. فاليوم أعلنت وزارة الخارجية العراقية موافقة وزراء الخارجية العرب على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. وبالفعل عقد وزراء خارجية جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً اليوم في القاهرة، وذلك لمناقشة الملف السوري. يأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين على موعد القمة العربية والمقرر إقامتها بالسعودية في 19 مايو. وقالت شبكة السومرية نيوز العراقية وفقاً للمتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان أن اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، وأن دبلوماسية الحوار ومساعي التكامل العربية التي تبناها العراق كان لها جهداً حقيقياً في عودة سوريا للجامعة العربية. من جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكري أن معاناة سوريا استمرت وتفاقمت على مدى السنوات الماضية، وذلك نتيجة تعذر التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة. وأضاف أن جميع مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه لا حل عسكري لها، مؤكدا أن مصر وصلت جهودها للتواصل مع الأشقاء العرب لتحقيق الأهداف المرجوة لإنهاء الأزمة. كما أكد وزير الخارجية على أن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الحل السياسي دون تدخلات خارجية، موضحا أن مصر حذرت منذ بداية الأزمة من تداعيات الصراع المسلح في سوريا. ومن جانبها علقت وزارة الخارجية السورية على قرار عودتها للجامعة العربية وقالت إن التفاعلات الأخيرة تصب في مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن عربياً. كما أكدت على أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها جميع دول المنطقة، ذلك حسب ما ذكرت وسائل إعلام عربية. وأضافت أنها تتابع التوجهات والتفاعلات الإيجابية بالمنطقة العربية، ونعتقد أنها تصب في مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوبها. مع ذلك أوضح عدد من الخبراء أن الدول العربية أعطت الأولوية للقضايا المتعلقة بالمحادثات السياسية المتعثرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة مع جماعات المعارضة. كما أشاروا إلى أنه من ضمن شروط العودة التي تمت مناقشتها تهريب المخدرات وملف اللاجئين المتواجدين في دول الجوار، ومنها الأردن وتركيا فضلا عن لبنان وغيره، وذلك وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد بريس، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتنفيذ الالتزامات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمان. ومن المؤكد أن عودة دمشق للجامعة العربية جاءت اليوم بعد أن استأنفت في الآونة الأخيرة عدة دول عربية ومنها السعودية ومصر والإمارات العلاقات مع دمشق، لكن لا يزال بعض الدول من بينها قطر تعارض عودة العلاقات إلى سابق عهدها دون التوصل لحل سياسي للعراق. وكانت علقت عضوية دمشق في الجامعة العربية منذ الأشهر الأولى من الحرب الأهلية السورية قبل 12 عاماً، وفرضت الدول الأعضاء لاحقاً عقوبات اقتصادية عديدة على النظام السوري. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي تغطيتنا، ولمزيد من المتابعات والتغطيات تابعونا على موقع صدى البلد. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.